يا رجل يا عجيب عجب من عجب يا رجل من عجب يا رجل يا عجيب عجب يا عجيب عجب من عجب يا رجب ليش جرح له فيوز من زمان العجب الجنان الجنان من جنن ما حنب كل ساعة في جنان امركم شي عجب يا عجيب عجب من عجب يا رجب من عجب يا رجب يا عجيب عجب يا عجيب عجب يا عجيب عجب من عجب يا رجب من عجب يا رجب يا عجيب عجب شعبنا يا عجب اعطى صد وانتكب جرعوها العذاب واصطبر واحتسب يصلح الوضع يوم يا عجب يا رجب يوم ثاني قتالب يا عجيب عجب يا عجيب عجب من عجب يا رجب من عجب يا رجب يا عجيب عجب يا عجيب عجب يسخرون مني، يسخرون مني ليش؟ لأن أنا إنسان مش متعلم. أنت إذا سخروا منك ليش؟ لأنه أنت مجنون أصلاً ما يش معك عقل. بس أنا عاد لي نص عقل. المفروض إن الناس ما يسخروش مني. بس ليش بيسخروا مني؟ لأن أنا مش متعلم. ليش؟ لأن في ناس متعلمين ما يسخروش منهم لأنهم فتحوا مشاريع. تقدر يا عجب تفتح لي مشروع؟ يا أخي لا تهمش. أنا ما جنت مش من فراغ. أنا بفعل لك عدة مشاريع في حياتك. قل لي كم الميزانية؟ كم معك فلوس؟ أنا أفعل لك مشروع دراسي مثبت محطط مخطط ملبس. شوف أنا معي مشروع يعني بقد فلوس. يعني قلت أنا أشتري في البداية بطاط وبيض. ها؟ و... أنا مش أشتري مشروع تافه. أنا عم أتحكي على مشاريع. مشاريع. لحظة أنا أقول لك أي شيء. هذا المشروع أنا أعرف ناس كان عندنا فتحوا بطاط وبيض. بعدها واشتغلوا وبعدين كانوا واصلوا الشغل الى ان فتحوا بقاله وبعد ما فكروا شويه قدوا سوبر ماركت. تفكر انت معك نص عقل يا انا المشكله انه معي نص عقل وما قدرت افكر فيه. انا اسمعني انا بدي انت الان ايش كان وانت معك عقل يعني انا بفكر بدك مشروع يضرب ترند مشروع كل الناس حيتلاحقوا صدق شوف وعند دخل فيه فلوس فلوس من غير كلام ايش اشيله شيلان شيلان ايش حنشتري من الصين او من الهند يعني برخصة تراب ونصير صنعاء ولا اي محافظة عدن ولا اي مكان في المحافظة نبيع بكم بكم ب 300 دولار ب 400 دولار وكم نشتريهن انا اشتري مثلا يعني ب 10 دولار ب 5 دولار ونبيعهم ب 300 ب 400 دولار انت اذا عندنا انا بنضحك على نفسي ليش انا بدي اصدق واحد مجنون اسمعني او نحن كذا ما اصدق مجنون مثلك اسمعني كيف قال لك كيف نقنع كيف نقنع الزبائن كيف يقول لك هذا الشال الشال هذا مطرز الشال هذا يسنم من نفسه الشال هذا يتحرك من نفسه وعندما يدخل الشال هذا للخادم هذا الشال هذا الشال يدخل للخادم ريعه يدخل للخادم كذا بهذا السهولة هذا سيك يعني يقول لك عش في مدي لبس يعني الأملس كشموري مدي كشخوري هذا شال قوة اصمطه أي راس في وجه يباخره إذا فعلت باخره اصمت اصمت الصمت وراسك يعني يا اخي هذا ما عايش برش هذا طريقه التسويق نسوي للناس ان معانا شيلان قوه انت ضروري تشغل عقلك ضروري تحرك ولا نفعل ايش مشاريع عشان انت 2 مليون ايوه ارجع لك 2,500,000 اه هذا كثير بيقولوا هكذا ايوه شغل كله بزنس بس كيف حنقنع الناس قول لي كيف كيف اول خطوه تتنظف أنا يلبس عطوه يعني ساعة ماركة أو خاتم فضي من خلال المحرك يعني نكون مظهر أمام أيوة الناس نسحرهم أيوة نحن أغنياء شمنا كذا وانت حاكى بمصطلحات شوية فيها تسويق كيف يعني كيف يعني تمام دي 1,500,000 نحن نعطيك 2,000,000 والمستحقات تحاكي بهذا الهدف الله يا اخي انك خطير بتفعل مثلهم تماما ايوه عندنا يضحكوا علي مره وزعوا علي الزلط أيوة قالوا دي كذا كذا وعيقوا عليك كذا كذا وانا صدقت ولا عاد قال لي لا كذا وكذا ولا بذا نقلوا مدري انسهروا وانا واحد في حارتنا لهط الدنيا ومدها والله نور يا اخي ما بيجوا يضحكوا الا علينا ليش؟ هو شوف اقول لك ليش؟ احنا مش احنا متعلمين لا لا احنا متعلمين ومثقفين بس الخطير ان احنا نأمنهم كيف نعين ادي المليون 500 ندي له 1,600,000 ندي له في البدايه ايوه عشان يامن عشان بيامن وبعدها الله
تبي العط عقلك انت كبير انت كبير. وبعد ما منعكلك قال اخوك قال اخوك. طيب المفروض ان الناس ما يدوا فلوسهم الا اذا هذه الفلوس مؤمنه من الدوله. هل الفلوس والمشاريع هذا اصحابها هل مؤمنين من الدوله؟ اخي الدوله مشغوله الحاله. خلينا لا ندخل انا لا ندخل من الدوله لاني ما ايش حولنا ولا احنا حولها. نشغل عقلنا هذا الحين نشوف اي واحد معه قرشين نبرمه. كيف نبرمه؟ ايوه نجي معانا نستعجل سياره لكزوز ولا نمسك سياره حق صاحبي. سياره ضخمه ايوه كذا السلام عليكم كذا وندعي ناس كذا ندي لهم كذا اعلانات يلا روجوا نصلحوا روجوا ها ندي المشهورين كلهم وندي لهم كم ماكا روجوا لنا قد ما يروجوا لنا يا حبيبي. ايوه يجوا المستثمرين اللي عندنا كما قد معانا قد الزلط خيره الحيود العوالي جل الزلط ونهرب طير وبعدها لاحق لك يا حمادي لاحق وش والله فكره حلوه تستغرب معي وعب باقي مشروع ايش اللي هو الكوشات ايش الكوشات هذا يعني كوشه خشب افعل اضخم كوشه ونأجرها للزبائن مثل من 3 مليون ما يفعلوا في الكوشه هذا حق العرعسه ها شكل عقلك انا عقلي كله استثمار صدق يعني انا عارف يا اخي العقل هذا حرام انه يتبهذل في الشارع. المفروض انت منصبك كبير بس عندي مشروع اهم من هؤلاء كلهم ايش ومشروع يهم مثل 40 مليون ايش ايش ما رايك نفتح مكتب محامي كل يوم والله اني مهمه لحظه محامي على الشعب ها وانت تسال المسؤول هذا من اين لك هذا والله ان الشعب كلهم يدعمونا نقول له من أين لك هذا؟ صدق كم يا مسؤولين معاهم مليارات من أين لك هذا؟ إيش رأيك؟ أنا خليني على المشاريع البسيطة والمشاريع النامية أنا لا تدخلنيش بالأشياء هذه. أنا داري إني يا حبيبي معي مشروع ولو يسمعون ذا المشروع يقرفوا عني خليني لحالي أطلب الله وأترزق على أسرتي وعلى جهاتي خلاص ما دام أنت خايف أنا صدق أنا أشتي أسأل المسؤولين من أين لكم هذا ليش إحنا الشعب اليمني فقير وأنتم أغنياء المفروض أن الشعب غني وأنتم أغنياء مش أنتم أغنياء وإحنا فقراء أنا عاد أصير أدي حطب وأسجل حلقة أنا برحلي أنت رحلك برحلي يا أخي خليك مع المواطن خليك في صف المواطن أنا فيني حزي أنا برحلي ليش خايف ليش مش أنا خايف ليش خايف أنتم حطب ليش خايف ليش؟ ليش؟ أنا برحلي وصلتوا حطب ناقشوا جابروا أنا برحلي والله ما أجلس معاكم وكملوا الحلقة أعطوا حطب خلاص مع السلامة ما بجي تعيق أنا الصراحة والله أني كل ما أكلم الناس يا ناس طالبوا بحقوقكم يقولوا لنا الدزز يا ناس شلوا حقوقهم يقولوا لك الدزز طيب إيش الدزز هذا ما هو؟ ليش ما نقلع أصحاب الدزز ونعيش بحنا؟ أسير لا عنده حطب حطب معي حلال لا حطب نسجل حلقة من أين لك هذا؟وهذا الكلام الذي جيت قلت لك سلامتك من الآه مبرور من عجب وأمثاله أقول له طالب بحقوقك يقول لي ايش دزز ايش من حقوقه مدري من قد دزز الا ما قدو خايف ما عاد شيش طالب حتى بلقمه العيش حتى شربت الماء ما عاد بيستش طالبها قدو بس بيشحت انا ليه احنا عند الشحاتين يا اخي الله اغني يا شعب غني انت اكثر شعب غني اكبر شعب غني يمشي على الذهب ودخل الفرد حقه لا يتجاوز ال 2 دولار بالعالم يعني افخر شعب يمشي على الذهب هذا شعب اللي يعني قادر نفتح مشاريع مطحطحه يا اخي انا سمعت ان في يمنيين فتحوا مشاريع وانطلقوا في نماذج كثيره اللي فتح مطاعم واللي فتح محل ملابس واللي فتح مصنع عطورات واللي فتح مصانع كبيره عملاقه تذر مليارات الدولارات لاصحاب المصانع واصحاب الدوله اللي هم فيها ليش ما يكونوا في دولتنا هذه الحبيبه ويفتحوا هذه المشاريع ما يقدروش لان فيه قول لي ليش بيدزدزوهم اكيد مش الا الدزدزه لا بيمزمزوهم يشفطوا يعني من جاء فتح مشروع في اليمن يمزمزوه يشفطوا ومن تحاكى يدزدزوه احنا في بلاد المزبزه والدزدزه يا سلام عليك انا شو ما اناش خايف من الدزدز انا مدلوس لو دزدزوه لو ما يشبعوا انا اشتي حقوق انا
شوف نشتي حقوقنا، نشتي ابسط الحقوق، لا فتحنا مشروع الدوله تحمينا وتدعمنا. كم معك زراد؟ مش تجي تشل علينا. كم معك زراد قول لي؟ معي شوف يعني اذا الحين انا افكر اشتري 5 كيلو بطاط اها و5 كيلو بيض وشويه بسبس، هذاك بسبس عدني ولا بسبس حيمي ولا بسبس يعني نخلطه دريت. وبصير تخيل عندما يجي هذاك تفتح البيضه تفتحها ازيد الملح طبعا ازيد أيوة. الملح فيها هذا طبعا مشروع على قدري يعني طبعا ايوه والبيض هنا والبطاطا وتخيل ويجي البلديه تنفض ام العربيه والبيض والبطاط وطيرت ام المشروع. يعني مشروعك متواضع يعني ما هو متواضع ما خلونا نطلب الله البلديه بتلاحق بعدنا. بالله عليك دولة اليمن العظيم تلاحق بعد صاحب البسطة وصاحب البطاط وصاحب البيض. اسالك بالله انت عارف ايش المشكله؟ احنا في اين في اي عالم احنا يا اخي؟ انت ما عبش معك دوله علشان تخاطبها ولا توبه لك وانت صاحب عربيه، ما بالك بصاحب المصنع انه يجي يضخ مليارات الدولارات يضخها على المشروع هذا وفي الاخير يجي يشاركه عقل يمزمزه ويدززه. لا احنا الدزدزه لنا والمزمزه للذي هم اغنياء كبار بس. اذا بسبب المزمزه ايش فعلوا؟ خرجوا الخارج يفتحوه في الخارج، والمليارات الذي بيربحوها بيستفيدوا منها من؟ اصحاب البلد. قل لي ليش؟ الذين هناك. قل لي ليش؟ ليش؟ لان بلدك طارد الاستثمار والمستثمرين. يعني بلادي بتطرد المستثمرين. ايوه، تخيل انه في الصين كيف يفعل المستثمرين؟ ايش؟ انت مثلا معك راس مال. ايوه. وجيت تستثمر. اها. وفر لك الارض. كهرباء مجان. يا سلام. ما مجان. يا سلام. يشترط عليك بس ايش؟ ايش؟ يجيب لك العماله الصينيه كامل. وانت صاحب الرأس المال وانت المستثمر وانت على كل شيء. الدولة توفر لك زيت، توفر لك الخدمات هذه، ارض كهرباء كل حاجة. احنا لا انت أرض. عليك لا ضخ. احنا لا ارض ولا ام ولا كهرباء ليش اصلا باقي معك؟ اصلا في حاجات خارج اطار الدولة اللي ما بيش معنا دولة اصلا. انقذ معنا 6 دول مدري 7 في متنفذين. هؤذا المتنفذين ايش يعني متنفذين؟ ايش هؤذا المتنفذين يعملون خارج اطار الدوله؟ يعني يجي ينهبك يبسط ارضك يشل الوسطه حقك يشل المشروع حقك يشل كل حاجه بدون ما تتابعه دوله ولا تمسكه سلطه ولا عليه رقيب. اذا هؤلاء الذين بيحكموا البلاد اقول لك ليش؟ لانه هؤلاء كلهم الموجودين ما حد اختارهم لا الشعب ولا هم يحزنون، والمفروض انه الشعب هو الذي طلعهم. اذا هؤلاء جوب الصميم جوب الدزز والمزز والمزز أها. الذي يشتي الذي يشابع يمزمز، والذي هو مسكين ويشتي يتحاقى على حقوقه يدزز. ايوه وبين نفسك انا شبوين نفسي خلاص ما دام فيها دزدزة. وهذا ما تم الاتفاق عليه اعزائنا المشاهدين. لابد ان تكون بلدنا مشجعه للاستثمار والمستثمرين اليمنيين، لأن هناك نماذج كثيرة نجحت في صناعة مشاريع عملاقة في الدول التي هم عايشين فيها. نصيحتنا لكم أوبهوا لبلدكم وحافظوا عليها لأنه ما عاد تلقوش أحسن من بلدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبنا يا عجب اعطى صد وانتكب جرعوه العذاب واصطبر واحتسب يصلح الوضع يوم يا عجب يا راجب يوم ثاني قتالب يا عجيبي عجب يا عجيبي عجب.